مشاهدين بالعودة معنا بالفقرة تانية معنا لليوم بين المهم والأهم. بيسعدنا أن استقبل ضيف كتير مميز، وهذا الضيف حكينا أنا وياه تحت الهواء وصرنا أنا وياه بيست فريندز. هالضيف اسمه زياد عبد السلام، وزياد شخص كتير مميز بهواياته، بذكاءه، بشخصيته وبصوته العذب. وزياد كمان هلا رح نتعرف عليه سوا. أهلا وسهلا فيك زياد. كيفك زياد؟ منيح الحمد لله. شو هالشعرات الحلوين؟ ميرسي. انت بالمدرسه فيك تروح هيك شعراتك طوال صح؟ نعم. كنت اول شيء بالباندا بلاي سكول كل شعراتي مش طوال، فقدرت اطولهم لان انتقلت بعد ما خلصت الكي جيز بالباندا، انتقلت للالمانيه بالدوحه الحص، وانا بشكرهم كثير. ما حتى لازموني اقص شعراتي، وكثير بحبون هيك طوال. لابقين لك كثير شعراتك وكثير حلوين. وانت بالمدرسه بدوحه الحص بالالمانيه انا بعرف انك كثير شاطر. ثانك يو كثير. بس شاطر بالحصص كلها، بس في الماث شاطر فيه كثير، والالمانيه انت والجيرمن والجيرمن كمان والعربي بالعربي كمان. برافو. انت هلا باي صف زياد؟ هلا رح سيب الصف السابع. هلا انا وياك زياد عم نحكي ونتساكر، بس بعد ما خبرنا المشاهدين نحن ليه مستقبلينك هون. نحن مستقبلينك لانك انت بتغني وبتدق على العود ومنزل غنيه جديده على السوق اسمها بيروت من بعد حادثه 4 آب. قبل يوم واحد بانفجار المرفأ نزلت. انت عملت الغنيه. هي الاغنيه من كلمات والحان مين؟ امك. اسمها سميرة فياض. سميرة فياض بنوجه لها تحية كتير كبيرة. كتير كبيرة للست سميرة فياض. هي عادة بتكتب وبتلحن كمان. بقى عملت الأغنية هي قبل 4 آب. ايه عملتها يعني عملناها بس يعني بس انفضل ما رفعت يعني شي شهرين بلشت شغل فيها ماما، وانا بس سمعتها لماما حبيت انه غنيها وسألتها وقالت لي ايه. بس ليك كيف ثاقبت يعني انها عملت اغنيه لبيروت مثلا، ما عملت اغنيه لجونه او لجبال او او للبنان ككل؟ يعني كيف ثاقبت اجاها الحدث انها تعمل؟ هي عملتها قبل انفجار المرفأ بس عملتها يعني بشكل ثاني، وطلعت بالاخر زبطت انا وياها الكلمات، طلعت الكلمات كثير حلوه ومناسبة يعني لهيك. حلوة طالعة، حلوة كتير. هلأ بدنا نسمع منها مقطع فيديو. هلأ خلينا نسمع شوي فيديو، بدهم يقطعوا لنا إياه على السكرين. أوكي. بيروت يا عطر الفيروز، يا رحبة العاصي عشقك لا يموت. بيروت يا خليلة الجبران، يا شعر أبي ماضي، يا أنسي السهران. بيروت يا أرض السلام، صبرا جميلا يا جميلة الأوطان، صبرا جميلا يا حبيبة الروح، صبرا جميلا يشفي كل الجروح. الفيروز، يا رحبة العاصي عشقك لا يموت. بيروت يا خليلة الجبران، يا شعر أبي ماضي، يا أنسي السهران. بيروت يا شحرورة الصباح، صافى وديعك كلما الفجر لا. بيروت يا أرض السلام، صبرا جميلا يا
يا جميلة الأوطان صبرا جميلا يا حبيبة الروح صبرا جميلا يشفي كل الجروح. عهدت فيك أمة وأمانة تاريخ نضال كرامة الأوطان. نظرت فيك عزة وشهامة أقسمت حبك يا لبنان. بيروت يا جود الياقوت يا نعمة العاطي عشقك لا يموت. بيروت يا خليلة الجبران يا شعر أبي ماضي يا أنسي السهران. بيروت يا أرض السلام صبرا جميلا يا جميلة الأوطان صبرا جميلا يا حبيبة الروح صبرا جميلا يشفي كل الجروح. عهدت فيك أمة وأمانة تاريخ نضال كرامة الأوطان. نظرت فيك عزة وشهامة أقسمت حبك يا لبنان. كتير حلوة الغنية. Thank you. ليك زياد بالدراسة أنا بدي أسألك، أنت بس تكبر شو حابب تعمل؟ حابب أنك تكفي غنى لأنه اسم الله عليك مثل ما شفنا أنه الغنية حلوة كتير وصوتك حلو كتير والأغنية يعني منا هينة لصبي مثلك، أنك أنت يا هل ترى بتحب أنك كمان تكتب وتألف مثل ما الماما بتكتب وبتألف؟ بحب أكتب وألف بس فماني ماني مؤكد يعني للمستقبل شو بدي اعمل كمان، يعني مثلا بتخصص غناء او شيء هيك ماني عارف شو اعمل بس اكبر، بس في شيء بين الكامستي والغناء بركي بتعملهم اثنيناتهم يمكن ما بعرف هلا اكبر. طيب بدي اسالك، استصعبت الاغنيه؟ استصعبتها بس يعني كتبتوها وكتبتها الماما وغنيتها؟ اخذت وقت بس أخدت طلعت كثير ناجحه. اكيد طلعت كثير ناجحه. طب فهمتها؟ فهمتها وفهمت كلماتها وبحب كثير لبنان. بتحب كثير لبنان. إيه. فهمت معناتها كله يعني كل الكلام وبتعرفهم لان لفيروز وبتعرفهم لا رحبان لا ايه كلهم بتعرفهم كلهم. اسم الله عليك رحباني وفيروز. اسم الله عليك زياد. عن جد هلا بدنا نبقى نسمع منك كمان مقطع من الاغنيه. إيه. انت وعم بتغنيها غناء وعزف. غناء وعزف. طب انت على كم آلة بتدق؟ انا بعرف انه غير العود بتدق على البيانو كمان. انا كنت دق على البيانو بس كنت صغير، كان عمري يعني شي 7 سنين بالمدرسه. نعم. كنت دق شوي اغاني عليها، هلا ما بتذكرهم كثير منيح لانه كان عمري يعني شي 7 سنين هلا. نعم. صار 12 سنه. كنت دق منيح اغاني لي وعملنا حفله بالمدرسه فدقيت الغنية علي كمان. برافو برافو زياد. طيب وانا خبرتني العصفوره انه بظرف وقت كثير 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 صغير تعلمت انك تدق على العود، مع انه العود الي منا هينه ابدا. يعني حبيت كثير العود لما مسكته وحسيت فيه، حسيت به كثير يعني مثلا حبيته كثير، حسيت باحساس كثير غريب وحبيته كثير. طب ما انا مثلا بعرف من اولادي انا بعلمهم جيتار،
بتجي المعلمة بيعذبوها وبساعة بدقوا ساعة ما بدقوا. انت بتعذب المعلمة بس تجي تعلمك؟ انا لا، انا بضحك انا وياها وبنعمل اشياء حلوة على العود، وامرار بنعمل اشياء جديدة عليها، يعني انا بيطلع معي الحين عليها امرار. برافو. وكتير كتير يعني بحس يعني بحبه للعود كتير. كل قد ايه بتتمرن عليه؟ كل نهار، كل يوم وكل نهار؟ كل. طب خبرني عن هيدي الخبرية، وقت اللي بتكون انت بالصف بالبيت يعني عزوم بتعلي الطاولة. ايه خبرني. هي بس كنا بالاونلاين، ما يعني ما مثل المدرسة العادية الاونلاين. تقول المعلمة ليه بتطفي الكاميرا؟ بقول لها بدي اعمل شيء، مثلا بروح بجيب مي وبجي. بس لقيت حل تاني، بعلي الكاميرا لفوق وبحط بحط الكمبيوتر على التكايات، كل ما يبين غير راسي بضل مدور الكاميرا وبعمل ميوت للصوت وبدق على العود. وبتسمع بنفس الوقت المعلمه شو عم بتقول؟ ايه بسمعها بذات الوقت كل شيء. انا بعرف انك كتير شاطر، بتقدر تركز على المعلمه وعلى العود كمان. انا العود بس يعني ما بركز في سماع، كمان بكون حافظة الغنية بس بحب اسمعها يعني وانا بدرس يعني. ولك برافو عليك يا شاطر. والماما ما بتقلك شيء؟ لا ماما بتشجعني. طيب هلا بدنا نسمع شي غنية منك، شو محضر لنا لليوم؟ محضر غنيتين غير بيروت كمان. طيب شو اول غنية بك سمعنا اياها؟ اول غنية اكيد هي الغنية الاساسية بيروت. اوكي. وبرجع نحن رح نسمع بيروت اخر شيء. ايه بس تخلص الحلقة. بس آية حلو. آية حلو وريده. يلا سمعنا آية حلو. غني لنا اياها. غني هلا بدي اعزفها وغنيها بعدني ما عرفت منيح لانه ما لي زمان على عود. اي مش مشكله، بس انت مش معقول بحد ما بيقول انه لك 5 اشهر بس بدق، بيقول لك اكثر من هيك. هي 5 اشهر يعني حسيت فيهم كثير بحب العود يعني كل يوم كل يوم. ولك برافو، انا بدي زقف لك. ثانك يو. برافو يا حبيبي برافو. طيب ليك انا خبرتني العصفوره كمان خبريه انك انت بالبيت بتعمل اختبارات. شو هيدي الخبريه؟ اكسبيرينسز واكسبيرمنتس. اكسبيرمنتس بتعمل قال بالساينس ما بعرف شو هالخبريه. الخبريه هي مره جربت اعمل شكل جديد من الشمع، فجبت مولد انا اخترعته وعملته على شكل قلب شمع. جربت احط له فود كالرينج وطلع الفود كالرينج فيه ماده بتأكسد الشمع وتخليه بيج، وانا ماني عارف. وحطيته قلت لها ماما زيحي بس يعمل بولين هيك بيج. قالت لي لا وبجيت شمع بيغلي كان. وحدا صار له شيء؟ لا ولا حدا. وشو صار؟ لاني قلبت الكباية وركضت. برافو. شو لون الفود كولورينج اللي حطيته؟ هي في كل الالوان حطيت، وماما ضلت تزيد. قلت لها يا ماما انتبهي هلا، حطيت من كلهم عصرتهم كلهم فباتوا كلهم بمره واحده. بس كان الشكل بيضحك يعني هيك نشفوا على كل محل وهيك المطبخ صار فيه انفجار فيه. طيب وبعد بتعيدها بترجع بتعمل بعد اكسبيرمنتس بالبيت؟ ايه بتعيدها. ايه خبرني هلا براسك في شيء اكسبيرمنت جديده بدك تعملها؟ لا في اكسبيرمنت عملتهم، كل اللي بيجوا براسي دغري بروح بعملهم. طب ليك زياد، انا كمان بعرف انك انت عندك هوايات كثير حلوين مثل الهورس باك رايدنج. على الهورس باك رايدنج كمان ما لي زمان كثير، يعني ما لي اقل يعني من 3 اشهر وصرت كثير منيحه على الهورس باك رايدنج. شفناك بالفيديو. ايه عم بتشو عم مع الحصان كمان. كمان ما لي زمان بطلع على الحصان، لك شي 3 اشهر يعني اقصر من وقت العود كمان. برافو عليك. وبتحب الحصان كثير؟ هو احلى حيوان عندك؟
أحلى واحد. أحلى واحد وما بتخاف منه؟ لا ما بخاف منه. تحكي معه بيفهم عليك؟ بيفهم علي بكل شيء. بيفهم عليك بكل شيء. كل قد ايه بتروح بتعمل هورس باك رايدنج؟ كان بالعادي كل يوم كل يوم روح كمان يعني بنفس وقت بين العود والهورس باك رايدنج، بس هلا صرت مثلا كل جمعة روح مثلا شيء 3 مرات او هيك، لانه صار كثير يعني يعني لك يعني لي كثير الهورس. عن جد برافو عليك، انا بهنيك وبهني اهلك فيك وبهني اهلك حتى قديش عم يعطوك من وقتهم وقديش يعني انت عن جد شخص هيك يعني بنشاف الحال فيك حبيبي. طب كمان شيء كيك بوكسينج؟ ما كيك بوكسينج بتعمل؟ ايه عملت كيك بوكسينج وفتت بطولة تشامبيون في الكيك بوكسينج، اخذ الحزام الاورنج وفتت البطولة بجيرد وربحت البطولة. برافو برافو زياد، امتين هيدا الخبرية صارت؟ هلا كمان كنت صغير شوي ما بتذكر بالاكزاكتلي، بس كان عمري 9 سنين. وبدك تكفي بالكيك بوكسينج؟ لا مش ناوي كثير كفي، بس مبلا بكفي يعني شوي هيك تا اوصل لمحل وبوقف فيها لانه كثير عندي اشياء ثانيه كمان، خاصه العود يعني هلا اخذ لك راسك صح. بس بدي اياك بالعود انك ما توقف. لا ما العود لا. طب وانا سمعت انك انت كاتب شيء؟ كاتب شيء بس صغير وما بيتكمل كثير يعني بده وقت. بده وقت، نحن ما رح نطلب منك انك تسمعنا اياه ولا تخبرنا عنه، بس انه نحن بدنا اياه نشجعك انك تضلك مكفى بهيدي الطريق، وانت بتحب انك تكون مثل الماما قلت لي. ايه وبحب الغنى كثير كمان. بتحب الغنى كثير. طب شو ثاني معزوفه بدك تدق لنا اياها هلا؟ في ريدها. ريدها. ايه اوكي. يلا. هاي فيني غني كمان معها، دربت عليها من هاي اول غنية انا عرفت بالعود. يلا لك احنا كلنا سمع لك زياد. اوكي ثانك يو. ريدها ريدها كلها موسيقى لانه في كلام انا ما بعرفه فيها، بس هي بتكفي موسيقى كثير. هي اول غنية تعلمتها على العود. برافو يا زياد برافو. وشو ناوي تتعلم هلا شيء جديد على العود؟ ناوي اتعلم على بابي واقف قمرين. الله الله هاي الغنية كثير بحبها. الله يعني انا ما بلاقي في كثير اولاد او اشخاص من عمرك بحبوا هالنوع من الموسيقى، انا بهنيك انك بتحب هالاغاني الطربيه الحلوه يلي هيك بترجعنا على ايام الزمن الجميل مثل ما بيقولوا. زياد نحن المقابله تبعنا صارت على نهايتها وصلت يعني نعم. عندك شيء بتحب تقلنا اياه قبل ما نسمع اغنيه بيروت؟ بدي اشكر كل حدا دعمني مثل الاستاذ سعيد عالم الدين ومس اسيل ابو حمدان، وبدي اشكرهم كثير على دعمي ومساعدتي بعزف على عود غنيه بيروت وغنائها، وخصوصا شكر للاستاذ عالم الدين ومس اسيل ابو حمدان. ونحن بنضم صوتنا لصوتك وبنشكرهم كمان وللمدرسة كمان وبنشكر الماما كمان. ايه اكيد على اكثر شيء اكثر شيء خلي لك اياها يا حبيبي. لكن نسمع هلا اغنيه بيروت يلي نحن سمعناها حضرناها، بس بدنا نسمعها كمان انت عم بتدقها وتغنيها لايف عنا بالاستوديو وبتخلص الحلقه سوا. بدي وجه كمان تحيه كبيره للبابا لانه دعمني وساعدني. اوكي حبيبي. بيروت يا عطر الفيروز، يا رحبة العاصي عشقك لا يموت. بيروت يا خليلة الجبران، يا شعر أبي ماضي يا أنسي السهران. بيروت يا شحرورة الصباح، صافى وديعك كلما الفجر لاح. بيروت يا أرض السلام، صبرا جميلا يا جميلة الأوطان.